السلام عليكم شباب. بعد أن كملنا موضوع الاشتقاق، الآن حنبدأ موضوع جديد يتعلق بالتطبيقات الخاصة بعملية الاشتقاق. بداية حناخذ مواضيع تتعلق بتحليل الدوال، الموضوع اللي يتعلق بعملية تزايد الدالة، عملية تناقص الدالة، وعملية تحدب الدالة. بمعنى analysis of function increase decrease and concavity. بداية حناخذ increase decrease and relative extrema، نقاط النهاية العظمى والصغرى المحلية للدالة. كتعريف أساسي، نبدأ نفترض وجود الدالة F معرفة خلال الفترة interval i، وتمتلك x1 and x2 تمثل نقطتين موجودتين بالانترفال الخاص بالدالة. الحالة الأولى، إذا كان عندنا دالة قيمة الـ fx1 أقل من قيمة الـ fx2، حيث أن x1 و x2 مثل ما قلنا نقاط تنتمي للدالة، عندما تكون الـ x1 أقل من الـ x2 نقول أن هذه الدالة متزايدة عند الانترفال اللي يمثل الدالة. بالشكل اللي بالأسفل تكون الحالة واضحة جداً، إذ أن الدالة مرسومة بالربع الأول، x1 نقطة تنتمي للدالة، x2 تنتمي للدالة أيضا. لاحظ أن x2 أكبر من x1، fx1 قيمة الدالة عند النقطة x1، و fx2 قيمة الدالة عند النقطة x2. لاحظ قيمة الدالة fx2 أكبر من قيمة الدالة fx1، وكذلك x2 أكبر من x1، بذلك تكون الدالة متزايدة، نسميها increasing function. دالة يعني كل ما تقدمنا اتجاه المحور اكس حتكون متزايدة الدالة. طبعا في حالة حيكون هذا الكيرف يمتلك ميلا موجبا. الحالة الثانية، لما تكون قيمة الدالة عند الاكس 1 اكبر من قيمة الدالة عند النقطة اكس 2، عندما تكون اكس 1 اقل من اكس 2، اذا هذه الدالة نقول في حالة تناقص decreasing on interval i، مثل ما واضح بالشكل رقم 2. لاحظ يمثل رسم الدالة في الربع الأول، x1 x2 نقاط تنتمي للدالة، قيمة الدالة fx1 أكبر من قيمة الدالة fx2، لذلك نقول هذه الدالة في حالة تناقص، كذلك يكون الميل لهذه الدالة سالبا. عندما تكون قيمة الدالة عند الـ x1 تساوي قيمة الدالة عند الـ x2 لأي قيمة x1 and x2، يعني مهما تكررت x1 x2 x3 x4، بهي حال نقدر نقول انه هذه الدالة constants on any interval i، مثل ما موجود في الشكل رقم 3. لاحظ الدالة عبارة عن خط مستقيم افقي، تكون قيمة الدالة عند الـ x1 تساوي قيمة الدالة عند الـ x2 وتساويها عند الـ x3. طبعا اكيد هذا الرسم حتكون الميل لهذا الدالة او الخط المستقيم حيكون صفر، اي انها تمتلك زيرو سلوب. الان حناخذ النظرة الاولى، theorem 1. suppose that f is a continuous function on closed interval a to b and differentiable on the open interval a to b. افترض عندنا الدالة f وهي دالة مستمرة على الفترة المغلقة من a الى b، وكذلك قابل للاشتقاق في الفترة المفتوحة A إلى B. الحالة الأولى، إذا كانت مشتقة الدالة X أكبر من الصفر في كل النقاط X اللي تنتمي للفترة المفتوحة A إلى B، عند ذلك نقدر نقول أن الدالة F هي دالة متزايدة ضمن الفترة المغلقة A إلى B. الحالة الثانية، إذا كانت المشتقة الأولى للدالة أقل من الصفر، أي قيمة المشتقة الأولى للدالة أقل من الصفر في جميع النقاط اللي هتكون بها x تنتمي للفترة المفتوحة إلى b، نقدر نقول إن هذه الدالة متناقصة ضمن الفترة المغلقة ab. الحالة الثالثة، عندما تكون مشتقة الدالة عند القيمة x تساوي صفر في جميع النقاط اللي تكون بها x منتمية للفترة المفتوحة إلى b، عند ذلك نقدر نقول إن الدالة constant في الفترة المغلقة a إلى b. ملاحظة أخيرة، لكل دالة f of x توجد هناك critical point، يعني نقطة حرجة لما تكون x تساوي c مثلا، وهذه الدالة حتكون مستمرة، وهنالك حتكون مشتقة الدالة f للقيمة c، f برايم للقيمة c حتساوي صفر، أو
f برايم للقيمة x غير موجودة. أخيرا هذه النظرية بنقاطها الثلاثة نقدر نسميها يعني نظرية فحص الدالة أو تزايد أو تناقص الدالة عند النقاط الحرجة بالاعتماد على قيمة المشتقة الأولى للدالة. الآن نأخذ النظرية الثانية Theorem 2 First Derivative Test for Local Extrema استخدام المشتقة الأولى أو فحص المشتقة الأولى لإيجاد النهايات المحلية للدالة. طبعا نفترض وجود نقطة C نسميها Critical Point أو نقطة حرجة في دالة مستمرة هي F، وكذلك الدالة F هي قابلة للاشتقاق في كل نقطة من نقاط الفترة اللي تحتوي النقطة C، عدا احتمال أن تكون عند النقطة C نفسها غير قابلة للاشتقاق. فعند الحركة من اليمين من اليسار إلى اليمين مرورا بالنقطة C حيكون التالي: إذا كان هناك تغير بقيمة المشتقة الأولى من النيجاتيف تو بوزيتيف يعني من القيمة السالبة للقيمة الموجبة مرورا بالنقطة C، نقدر نقول أن الدالة F تمتلك نهاية محلية صغرى عند النقطة C مثل ما واضح في sin of F اللي موجود بالصورة اللي تمثل local minimum نقطة نهاية محلية صغرى في النقطة C لوجود قيم يعني انتقال قيم الدالة من القيم السالبة إلى القيم الموجبة. إذا تغيرت قيمة المشتقة الأولى من البوزيتيف تو نيجاتيف من القيم الموجبة للقيم السالبة عند النقطة C نقدر نقول أن الدالة تمتلك نقطة نهاية محلية at C. The function f has local maximum at point C مثل ما واضح بالرسم اللي يمثل اختبار الإشارة للدالة f. لاحظ قيم موجبة بعد ذلك نقطة C بعد ذلك تنتقل إلى قيم سالبة نسميها نقطة نهاية محلية عظمى عند النقطة C. أكيد حتكون الحالة الثالثة لما قيمة المشتقة الأف برايم ما تتغير بالإشارة عندما عند النقطة C المفترضة، بمعنى أن قيمة المشتقة الأولى حتكون دائما بوزيتيف على يمين ويسار النقطة C أو حتكون نيجاتيف على جانبي النقطة C. بهيج حال نقدر نقول الدالة لا تمتلك نهاية محلية في نقطة C. The function f has no local extremum at C. الآن حنأخذ النظرية الثالثة Theorem 3 اللي تمثل Second Derivative Test for Local Extrema استخدام المشتقة الثالثة لفحص وجود النقاط المحلية للدالة. افترض وجود الأف برايم يعني المشتقة الأولى اللي حتكون مستمرة في داخل الفترة المفتوحة اللي تحتوي النقطة C. الحالة الأولى إذا كانت المشتقة الثانية عند النقطة C أكبر من الصفر، إذا الدالة F تمتلك نقطة نهاية محلية صغرى عند الـ X يساوي C. إذا كانت قيمة المشتقة الثانية عند النقطة C أقل من الصفر، حتكون هناك نقطة نهاية محلية عظمى عند النقطة X يساوي C. إذا كانت قيمة المشتقة الثانية عند النقطة C تساوي صفر، إذن الفحص باستخدام المشتقة الثانية حيكون فاشل، بحيث أن الدالة ممكن تمتلك local maximum or local minimum يعني تمتلك نهاية عظمى أو صغرى أو ما تمتلك أساسا أي نهاية. بالنتيجة بالإمكان استخدام فحص اعتمادا على المشتقة الأولى أو اعتمادا على المشتقة الثانية لأي دالة لإيجاد نقاط النهاية العظمى أو الصغرى المحلية اللي تمتلكها الدالة، عدا الحالة الثالثة اللي تكون بها المشتقة الثانية تساوي صفر، فحيكون غير فعال استخدام فحص المشتقة الثانية. الآن حناخذ أمثلة تتعلق بإيجاد نقاط النهايات العظمى والصغرى المحلية للدوال. للدوال المدرجة أدناه جد الفترات التي تزداد بها أو تتناقص بها الدالة، وكذلك جد نقاط النهايات العظمى والصغرى المحلية لها. الحالة A الدالة f of x يساوي x تربيع ناقص 4x زائد 3. نبتدي بالحل. بداية نجد المشتقة الأولى f برايم of x يساوي 2x ناقص 4 نطلع 2 عامل مشترك هتساوي 2 افتح قوس x ناقص 2.
الآن نخلي قيمة المشتقة الأولى اوف برايم يساوي صفر، من عندها حنحصل 2 افتح قوس x ناقص 2 يساوي صفر. 2 أكيد ما يساوي صفر، لكن القوس x ناقص 2 أكيد حيساوي صفر، من عندها ال x يساوي 2. إذا عند النقطة x يساوي 2 تمتلك الدالة extremum point أو critical point، تمتلك نقطة نهاية محلية أو نقطة حرجة نسميها. وحيث أن الدالة مستمرة عند ال x يساوي 2، وبتعويض قيم الدالة قبل ال x يساوي 2، حنجد أن القيم لهذه الدالة حتكون يعني متناقصة، حيث تكون ال f decreasing on the interval، الفترة المفتوحة من الماينس انفينيتي والمغلقة بالقيمة 2. كذلك بتعويض لقيم الدالة للأعداد أو القيم الأكبر من 2، حنجد أن الدالة f decreasing on increasing on الفترة المغلقة بالاثنين والمفتوحة بالإنفينيتي من اليمين. الآن نحاول نجد إحداثيات النقطة اللي تمثل نقطة نهاية محلية للدالة. نعوض بالقيمة 2 عند الدالة، فالF للقيمة 2 حتساوي 2 تربيع ناقص 4 في 2 زائد 3 وتساوي ناقص 1. إذن إحداثيات نقطة النهاية حتكون 2 وسالب 1. الآن نقدر نستخدم الـ second derivative test، يعني فحص النهاية المحلية للدالة باستخدام الفحص المشتقة الثانية كالتالي. بداية نجد المشتقة الثانية، لاحظ المشتقة الثانية f double prime x يساوي 2 أكبر من الصفر، معنى ذلك أن الدالة f تمتلك نهاية محلية صغرى عند ال x يساوي 2. الآن نأخذ الحالة b f of x يساوي x تكعيب. بداية نجد المشتقة الأولى للدالة f prime x حيساوي 3 x تربيع، بعد ذلك نضع المشتقة الأولى f prime of x يساوي 0، من عندها 3 x تربيع يساوي 0، هذا يؤدي إلى أن ال x يساوي 0 تمثل نقطة نهاية محلية أو نقطة حرجة للدالة. بما أن الدالة f continuous عندما x يساوي 0، بالتعويض حنلاحظ أن الدالة f increasing يعني في حالة تزايد في الفترة من السالب انفينيتي الفترة المفتوحة بالسالب انفينيتي المغلقة بالصفر. كذلك الدالة f حتكون متزايدة للفترة المغلقة الصفر مفتوحة بالموجب انفينيتي كما موجود في رسم الإشارة للدالة. مثل ما جاي نلاحظ من الدالة f يعني هناك اختلاف بالإشارة من موجب إلى سالب لما نعبر من جهة اليسار إلى اليمين مرورا بالنقطة x يساوي صفر، معنى ذلك أن الدالة تمتلك نقطة نهاية محلية في هذه النقطة أو تسمى نقطة نهاية عظمى في هذه النقطة. أيضا نقدر نطبق الفحص باستخدام المشتقة الثانية على هذه الدالة. لاحظ معي المشتقة الثانية ال x هتساوي 6 x، معنى ذلك المشتقة الثانية نضعها للصفر هتساوي 6 في قيمة ال x صفر وتساوي صفر. إذن no indication of a critical point، هنا معناها بعد ما عوضنا قيمة الصفر المشتقة الثانية اعطتنا قيمة صفر. قلنا احنا لما تعطينا المشتقة الثانية قيمة صفر فما أنا أقدر استخدم فحص المشتقة الثانية لإيجاد نقاط النهايات العظمى والصورة المحلية للدالة. الآن ناخذ الحالة C، الدالة f of x تساوي 3x أس 4 زائد 4x تكعيب ناقص 12x تربيع زائد 2. بطبيعة الحال نجد المشتقة الأولى f برايم of x يساوي 12x تكعيب زائد 12x تربيع ناقص 24x. الآن نضع المشتقة الأولى تساوي 0، من عندها نحصل بمعنى 12x تكعيب زائد 12x تربيع ناقص 24x يساوي 0. نستخرج 12x عامل مشترك، افتح قوس x تربيع زائد x ناقص 2 يساوي 0. نفتح هذا الحد إلى حدين، 12x افتح قوس x زائد 2x ناقص 1 يساوي 0. الآن either 12x يساوي 0، من عندها ال x يساوي 0، or
x زائد 2 يساوي 0 من عندها الاكس يساوي سالب 2، او x ناقص 1 يساوي 0 من عندها الاكس يساوي 1. لاحظ الان انما الاكس يساوي 0، x يساوي سالب 2، x يساوي 1. هذه القيم في جميعها تمثل نقاط نهايات محتملة للدالة، اي تمثل نقاط حرجة على يعني منحنى الدالة. الآن نقوم بفحص إشارة الدالة عند النقاط الحرجة اللي أوجدناها. مثلا الرسم الأول يمثل sin of x، لاحظ باليسار قيم سالبة بعد ذلك تحول إلى قيم موجبة. بالنسبة للإشارة القوس x ناقص 1 هتكون سالبة بعد ذلك تكون موجبة. أما إشارة جميع الدالة sin of f برايم، لاحظ النقاط الحرجة نثبتها سالب 2، الصفر، الموجب 1، حتكون تناقص decrease بعد ذلك بعد السالب 2 increase، بعد الصفر decrease، بعد الواحد حتكون increase وهكذا. لاحظ بما أن الدالة مستمرة عند الإكس يساوي سالب 2، الإكس يساوي صفر، عند الإكس يساوي 1 نثبت النقاط الحرجة للدالة. إذا الدالة decreasing يعني الدالة حتكون متناقصة للفترة المفتوحة بالسالب infinity والمغلقة بالسالب 2، وكذلك الفترة المغلقة بالصفر وبالواحد، والدالة حتكون متزايدة للفترة المغلقة بالسالب 2 والمغلقة بالصفر، وكذلك الفترة المفتوحة بالواحد والفترة المفتوحة بالinfinity. الآن نعوض بقيم القيم الحرجة لإكس حتى نستخرج الإحداثيات لهذه النقاط. لما الإكس يساوي سالب 2 من عندها قيمة الدالة عند السالب 2 حتساوي ماينس 30، إذا النقطة سالب 2 سالب 30 تمثل نقطة نهاية صغرى محلية. الآن عندما قيمة الإكس يساوي 0 من عندها قيمة الدالة عند الإكس يساوي 0 تساوي 2، إذا النقطة 0 و2 تمثل نقطة نهاية أيضا عظمى محلية. الآن النقطة عند الإكس يساوي 1، قيمة الدالة عند الإكس يساوي 1 تساوي سالب 3، إذا النقطة 1 وسالب 3 تمثل نقطة نهاية صغرى محلية. أيضا بالمثل إذا حبينا نطبق فحص المشتقة الثانية على هذه الدالة، أولا نجد المشتقة الثانية f دبل برايم x حتساوي 36 x تربيع زائد 24 x ناقصا 24. الآن نجي نعوض النقاط الحرجة على التوالي في المشتقة الثانية، فالمشتقة الثانية للسالب 2 حتساوي 72، هي أكبر من الصفر، إذا الدالة تمتلك نقطة نهاية صغرى عند الإكس يساوي سالب 2. القيمة الثانية اللي نعوض إلها هي الصفر، فالمشتقة الثانية قيمة المشتقة الثانية عند الصفر حتساوي سالب 24 اللي هي أقل من الصفر، إذا الدالة تمتلك نقطة نهاية عظمى عند الإكس يساوي صفر. الآن عند القيمة إكس يساوي 1 قيمة المشتقة الثانية للواحد حتساوي 36 أيضا أكبر من الصفر، إذا الدالة تمتلك نقطة نهاية صغرى محلية عند قيمة الإكس يساوي 1. حتى هنا أعتقد الموضوع أصبح واضح، نترككم مع تكملة الأمثلة اللي موجودة بالمحاضرة مع حل الهوم وركات إلى أن نلتقي بالدرس القادم.